السلام عليكم، كيدير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. العائله، الاصدقاء، الاحباب، نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون على ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد، دائما كيف ما معوداكم خدكم حنان حنونه كتقول لكم الجديد ديالها، الجديد اللي كتعيشوا، الجديد البسيط، الجديد المتواضع، كتبغي تشاركوا معكم، كتشارك معكم حياتها بكل بساطه بكل تواضع. نتمنى انها ترضيكم وتكونوا راضين على هذاك الشيء اللي كنقدم لكم. كنقول لكم كنوريكم حنان حنونه الشخص اللي هويا، كيف كيعيش، اشنو كيدير، كل شيء كنبغي نشاركو معكم. بغيت نقول لكم عواشركم بروكا، دخل عليكم باش ما كتمنوا يا سيدي ربي. رحنا تبارك الله ما شاء الله، راه داس كيف ما تنقولوا الثالثه الاولى ان شاء الله، ما بقى ليها والو وتكمل باذن الله. الله يصوموا لينا بالكامل ان شاء الله، والله يعطيكم ما كتمنوا يا سيدي ربي في هاد العواشر. نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون فرحان، كل شيء يكون مع العائله ديالو، مع الاحباب ديالو، يكون تواصل، يكون داك التلاحم، يكون كل شيء صله الرحم، راه نتوما عارفين، ونكونوا متقربين من الله عز وجل ومتخشعين. وثاني حاجه نكونوا مرتاحين نفسيا، هي اهم حاجه اننا نكونوا مرتاحين ونديروا هذاك الشيء اللي كيرضي الله عز وجل وكيرضي العائله ديالنا وكيرضينا حنا بالخروج. حتى حنايا كتكون عندنا واحد النسبه التعريضه. كنشكركم بزاف اول حاجه على لي كومونتيرات اللي كتكتبوا لي، على الدعم اللي كتشجعوني دائما، كنشكر والله العظيم. وربي شهد عليا انني عندي واحد الحب كبير بزاف للناس، كاين اللي عارف كاين اللي ما عارفش. صراحه حسيت بواحد من يعني فرحانه بزاف، كنصيب ناس اللي هما طيبين اللي تعرفت عليهم، ناس اللي هما ما شاء الله عليهم، يعني كلام مزون، كلام طيب، كلام كيدخل القلب، كتصيبي فيهم الصدق، كتصيبي فيهم المصداقيه، والحمد لله. كنشكركم من هذا المنبر، كنقول لكم شكرا، شكرا جزيلا لكم على الكلام اللي كتقولوا في حقي، على الكومونتيرات اللي كتكتبوا لي، على الهضره اللي كتهضروا فيا، شكرا لكم من كل قلبي. اليوم خوتي خواتاتي، تقول لي حنا بارك علينا من الهضره اعطينا المفيد. اليوم فكرت فيكم خواتاتي، كتعرفوا راه حنا كنتعبوا بزاف في رمضان، خصوصا في الكوزينه، غسيل الاواني، يعني راه كتكون عندنا واحد النسبه كبيره في غسيل الاواني وفي الطياب. وهذا قلت علاش لا ما نجيش خواتاتي بواحد الكريم اللي هو زوين رائع، واحد المقشر، واحد الكوماج اللي غادي ينفعنا لدياتنا. راه نتوما كتعرفوا يعني الماء 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 لواحد الدرجه كبيره، يعني ملي كتدخلي للكوزينه حتى الاذان المغرب، وملي عاوتاني كنفطروا عاوتاني كنرجعوا للمعان، يعني كيكونوا عندنا بواحد كتكون عندنا بواحد الدرجه كبيره المعان، خاصنا نغسلوهم. قلت علاش لا ملي كنغسلو المعناتنا ونصليو الصلاه ديالنا، علاش ما نفكروش في راسنا حنايا؟ ولا بد اننا مره مره نشوفوا راسنا. قلت علاش لا غنعطيكم واحد الوصفه اللي هي زوينه 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 بزاف، كتنفع لدياتنا وكتنفع الجسم كامل ديالنا. وصفه اللي هي واحد الكوماج كنديروه ليدينا، نقدروا نديروه يوميا، نقدروا نديروه ثلاثه المرات في الاسبوع على حسب حنايا الوقت ديالنا. وغادي نزيدكم عاوتاني واحد شنو نقول لكم، شي حاجه اللي طب سحريه، كوماج او بحال شكل بوماد كندهنوه على يدينا، حتى هويا كيعطي واحد الرطوبه، زائد انه كيغلط لينا اليديات ديالنا او المناطق اللي حنا بغينا في الجسد ديالنا، وجه بحال هكا حناكنا او الدرعين ديالنا او الرجيلات او جميع اي منطقه بغيتيها كتغلط هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم. وكيف ما دائما كيف ما معوضكم حنان حنونه كتعطيكم الوصفات اللي هي سهله والوصفات اللي هي اقتصاديه وكتكون متوفره في اي بيت. بقاو معايا انا غنشارك معكم حالا الوصفه. اول حاجه نشارك معكم مقشر ونتبعوا المرطب باذن الله اللي هو غادي يكون سهل وغادي يعجبكم وغترحموا عليا. كيف ما قلت لكم هادو هما المكونات البسيطه اللي فيها، كاين الحامض بالنسبه للمقشر، السنيده والزيت البلدي، راه نتوما عارفين الدور ديال الحامض والدور ديال السنيده، الدور ديال الزيت البلدي. كنشد الحامضه بحال هكايا كنغطسها في هاد فهاد السنيده، ومن بعد كنشد وكندير عليها الزيت البلديه هكايا صافي، وكنشد كنبرك نفركها على اليدين ديالي صافي بهذه الطريقه.
نحاول نحيد صافي. هذه هي الطريقه، كنبقى بحال هكا كنخدم بالمقشر ديالي، كنحاول نخدم بيه حتى صافي. هذه هي الطريقه اللي كنبقى غاده بها. ملي كنشوف بحال هكا راه بداو كيشربوا، كنعاود عاوتاني ندير نفس الطريقه عاوتاني. سمحوا لي نعاود عاوتاني ندير السنيده ونزيد عليهم الزيت البلديه صافي، ونخدمهم ثاني صافي. كيف ما كتشوفوا كنصافي كنبقى غاده على الطريقه باليدياتي بزوجهم، كنخدمهم كيكونوا مهلوكين بالموان، ولكن لا درتي ليهم هذا المقشر وداومتي عليه صراحه النتيجه كتبان لك من اول استعمال صافي. انا كنبقى كنفرك فيهم مزيان هكا، خليهم تقريبا واحد 10 دقائق ولا خليه كاع تينشف صافي. شوفوا انا كيف كتولي اليديك راه كتحمر صافي. وغندير دابا اليد الاخرى حتى هي نفسها، هي نفس الطريقه. ديك الساعة نرجع ونعطيكم واحد المرطب اللي هو صراحة زويون بزاف صافي. كنبقى غادا على هاد الطريقة صافي. ملي كندير هكايا كنديرو كامل، وكنخلي يدياتي تينشفو ليا قد ما نشفو ليا قد ما مزيان. وديك الساعة نرجع ونكمل معاكم نوريكم المرطب، منو مرطب ومنو تيغلط اليديات ويغلط جميع المناطق اللي حنا بغيناهم يغلاضو صافي. هادشي هو اللي كاين، بقاو معايا تنحاولو تنفركوهم بحال هكايا، يعني نفركو لهاد البلايص بحال هكا اللي كنعرفوهم كيكونو شوية سود كحلين بحال هكايا ولا ناشفين صافي. انا نخليهم بحال هكايا عاد نرجع نكمل معكم. هادو هما المكونات كيف ما قلت لكم، ديال منها مرطب، منها كتغلط اليدين وكتغلط جميع المناطق اللي بغيتي، اي منطقه بغيتي في الجسم ديالك كديريها كديريها. كاين هنايا كيف ما كتشوفوا انا راه ما عنديش الخميره الفوريه، الا كانت عندكم خميره الفوريه تكون احسن. عندي غير هذه الخميره المعجونه غندير منها معلقه، وهذا راه نتوما عارفين الميزين وعارفين المزايا ديالها بالنسبه لبزاف الحوايج وبالنسبه للجسم ديالنا والبشره ديالنا كيف ما قلت لكم. وهنايا عندي واحد الكاس الماء، غادي نشد واحد الكاسون هنا بحال هكايا، غادي ندير عليه هنايا راه كتبان لكم معلقه صافي. وغادي نشد هنايا معلقه ديال المايزينا صافي، وغادي نشد هذا الكاس تاع الماء صافي. غادي نديرهم على البوطه، غادي نخليهم يطيبوا حتى يغلاو حتى يبان لك سميتو اختارت هاد سميتو. هذيك الساعه نطفي عليها. بقاو معايا كيف ما شفنا هنا، راه حنا حطينا على النار النار كتكون مهيله صافي. وكنبرك هنايا كنحرك دوك كيتمزجوا لي داك الماء مع داك النشا مع الخميره صافي، حتى كينسجموا لي مزيان مع بعضياتهم، وراه كيبداو كيختاروا. ما حدك انت هي كتحركي فيه وكي الخليط كيختار صافي. هنا الخليط من بعد شوف ملي هذا كيبدا كيعقد صافي، هذا هو كيولي بحال هكايا صافي. نخليه حتى يبرد، هذيك الساعه نديرو في شي بواطه وكيكون صالح للاستعمال. راهو كيكون نتيجته زوينه ديال بصح، يعني بالنسبه تيغلط جميع المناطق في الجسم ديالنا، وزائد انه كيرطب اليدين، يعني زوين بزاف للاستعمال. شوفوا هنا كيف كيبان لكم، انا باقا مشعل على النار ولكن صافي صافي، هذا هو القوام اللي خاصو يكون. دابا غادي نطفي عليه كيف ما كتشوفوا، هذا هو اللي كيولي كيعقد بحال هكايا. من بعد ما شفتوا كيفاش الطريقه اللي صايبتو بها صافي، وكنشدو كنديرو فواحد الصبيره. هذا واخا تبقى عندك في الثلاجه راه ما غادي يوقع لها حتى شي حاجه، راه مزيانه راه كتنفعنا صافي. كيف ما كتشوفوا وغادي نستعملو. بالنسبه هذا استعملي الايديات، استعملي هذا راه تيغلط،
وترطب اليدين. خليوها هكايا تينشف على خاطر خاطره. صافي كنخليه كنمصيهم هكايا. صافي كنخليوهم واحد المده بحال هكايا، نخليهم تينشفوا بلا ما نحتاجوا كاع عاوتاني نغسلوهم ولا شي حاجه، او من بعد نشدوهم عاد نمسحوهم عادي. صافي واليدياتنا كيف ما كتشوفوا كيولوا رطيبين. صافي هادو هما اللي هي النتيجه كيف كتشوفوا. كيف مشى خوتي هانتوما راه كينشفوا دابا، ما خليتهم هكا تنشف على خاطرو. صافي ندير لي غير شي هكا شي بابي نمسحو ونخليه كاع هكا تينشف على خاطرو. وصراحه خلي هاد سميتو هاد الكريم هذا اللي صايبت شديه ديريه في الثلاجه كيبقى عندك بحال هكايا. صافي ولي جبديه واستعمليه عادي كيبقى عندك تقريبا مده اسبوع وانت بحال هكا عير سالي معناك واستعمليه. راه هو يا زوين واليدين. وثاني حاجه انه كيغلظ لينا اليدين ولا نديروه رجلينا نديروه الحنيكات ديالنا حتى هي راه يغلظهم ولا نديروهم هكا نبعدو عير من تحت العينين وصافي. هادشي هو اللي كاين. نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم. كثروا ليا من التعاليق الزوينه بحالكم. شكرا لكم على المسانده ديالكم، شكرا لكم على التتبع ديالكم. حتى لهنايا غادي نقول لكم مع السلامه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.